بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقاء الأعزاء. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا أنا لسه ملاحظها النهاردة في أثناء شغل الحالات. قابلونا حالتين، طبعا الحالتين دول قريبين من بعض، الاثنين مرض جلدي، الاثنين أمراض جلدية بتصيب الأبكار، تصيب الجاموس، تصيب الأبكار فقط. الجاموس ما بيجيلوش نوع منهم، بيجي نوع ويجي نوع تاني ما بيجيش للجاموس، وهوضح لكم ده إن شاء الله في خلال الكلام في الفيديو. طبعا حالتين، واحدة أنا عالجتها الصبح والتانية عالجتها آخر النهار. فسبب من عملت الفيديو ديت إن صاحب الحالة بيرن عليا: دكتور الحقني بالله عليك، البقرة دي أنا مشارك عليها واحد ولسه ما فرحتش بيها يا دكتور، والبقرة مليانة حبة يا دكتور، الله يكرمك الحقني بسرعة. طبعا رحت أنا عشان خاطر إن أنا أشخص الحالة أو أشوف إيه المشكلة اللي عندها، فلقيت إن دي مرض الحساسية، الحساسية الجلدية. ففي فرق جامد بين الحساسية الجلدية وبين الجلد العقدي كفيروس. طبعا ده مرض فيروسي، وده مرض عبارة عن رياكشنز في الخلايا بتاع الجسم او سنسيتيفيتي لحاجة معينة بتعمل الحاجات او البطش او القروش الحمراء اللي هي بتبقى الحافة بتاعتها الريجولر او غير منتظمة ومتوزعة في كل حتة في الجسم بما فيها العين وبما فيها الأجهزة التناسلية والنواعم بتاع الحيوان، سواء كان فوق الضرع أو تحت الديل. فده مرض اسمه الحساسية الجلدية. فطبعا الحساسية الجلدية دي يعني علاجها سهل جدا زي ما انتم شايفين في الفيديو. طبعا شوفوا البقرة السمنتال الحلوة دي الجميلة دي، هتلاقي طبعا كل ده حصل في لحظات. يعني الحيوان كان كويس بالليل مية مية، الصبح لقى كل الحيوان عينيه ورمة، تحت ديله وارم، اللي هو المؤاخذة فتحة المستقيم حياها وارم، بين في ضرتها بقى في النواعم بطش حمراء، حمار غريب يعني باينة واضحة، والحافة بتاعتها بتبقى مش الدائرة بتاعتها او الدائرة بتاعتها مش منتظمة، تلاقيها واخدة شكل غير منتظم الحساسية دي. طبعا الحساسية دي علاجها سهل جدا، يعني الحساسية لو دش مية مع درج افيل او تلات امبولات افيل مع شوية كالسيوم، بتلاقي الحيوان خلال ساعتين ثلاثة بسم الله ما شاء الله كأنه بيتحجج، يعني مفيش حاجة ابدا. فرق جامد 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 بينه وبين الجلد العقدي. طبعا الجلد العقدي زي ما قلنا ده مرض فيروسي بينتشر عن طريق الناموس، بينتقل عن طريق الناموس. لازم ناموسة تقرص الحيوان ده وتقرص الحيوان ده عشان المرض ده يتنقل. ما بيتنقلش عن طريق الهواء، ما بيتنقلش عن طريق اللمس، ما بيتنقلش عن طريق الاكل ولا الشرب. سواء عزلت الحيوان او ما عزلتوش مش هتفرق لو في نفس البيت او في نفس القارة، لان طبعا الناموس هتمسكها ازاي، يعني اللي هي اللي بتنقل العائل الوسيط بتاع المرض ديت الناموس، فانت هتمسك الناموس ازاي غير القلعية. القلعية العزل بيبقى الى حد ما طريقة من طرق العلاج يعني، لكن ما اعتقدش ان هو في الجلد العقدي هتكون لها تأثير قوي. يعني المرض ده موجود في الجو، الناموس موجود في الجو، اللي بين المرض ده الناموس مال الجو طبعا، بيبقى بالذات في الصيف او في المناطق اللي هي قريبة من الترع او قريبة من البحر. يعني تلاقي عندنا كرة سبحان الله، يعني دايما لما بيحصل وباء جلد عقدي بتلاقي البلاد اللي هي قريبة من البحر او من الترع او المصارف دايما بتبقى فيها الإصابة اعلى من المناطق الصحراوية اللي ما فيهاش مية وبرك ومستنقعات. عشان كده بتبقى وسيلة من وسائل المقاومة انك انت تنظف البرك دي وتنظف المستنقعات اللي موجودة عشان تمنع العائل اللي هو الناموس ده، تمام. فعلاج الجلد العقدي كان حد طلبه زي ما قلت قبل كده، بتدي انت انالجين 20 سنتي انالجين للحيوان الكبير 20-30 ما فيش منه ضرر. لما تكون بقرة 500 كيلو مثلا ده 30 سنتي ما تقلقش، اديها برضو 30 سنتي طول ما فوق اول يوم بس،
تدي حاجة في نادين، تدي 10 سنتي في نادين مثلا، وبتدي برضو احتياطا لما تكون الحرارة فوق 41 مثلا في أول يوم وتاني يوم وتالت يوم لمدة أسبوع، تدي مرة واحدة بس أميزول احتياط احتياط، لأن مرات زي ما قلت قبل كده إن طفيليات الدم ممكن تضحك عليك، تبقى أنت بتعالج جلد عقدي ومنهمك في العلاج بتاع الجلد العقدي، وتبص مرة واحدة تلاقي الحيوان جاب بول دموي، فتلاقي الحيوان بيضيع منك وانت ايه ما انتش واخد بالك. فندي واحدة أميزول، جرعة أميزول على أساس سنتي لكل 100 كيلو. بعد كده إن شاء الله أنت بتشتغل بالفيتاسيلين، حاجة كده رفع مناعة، بتدي أنالرج، بتدي أفيل، الحاجات للحساسية الجلدية عشان خاطر برضو المرض ده جلدي وبيبقى فيه ألم شديد في جلد الحيوان. بتدي برضو تغسل الحيوان بخل مرة في اليوم على الأقل، دش مية مرة أو اتنين ما فيش أي مشكلة نهائي من المية. ده علاج الجلد العقدي يعني. تلاقي فيه إن شاء الله طول ما الحيوان حنك وشغال ما تخافش، طول ما هو بيأكل هيعدي. مشكلتك بقى لو الحيوان قطع أكل، قطع أكل بقى يبقى لازم تعلق محاليل بسرعة، لأن الحيوان لازم يرجع يأكل عشان يرفع مناعته عشان يقدر إن هو يقاوم المرض. لأن أنا قلت لك الفيروس ده ملش علاج، ده بياخد دوره بياخد دوره. الفيروس مليش علاج، احنا بندي حاجات ترفع المناعة، بندي حاجات تنزل الحرارة، بندي حاجات مضادة حيوية عشان العدوى السنوية والبكتيريا، لكن الفيروس ده مليش حاجة مباشرة تقتل الفيروس ديت، فهياخد دورته هياخدها. فانت وشطارتك بقى، انت وشطارتك، وبتعتمد طبعا على مناعة الحيوان، وفي الاول وفي الاخر ده نصيب وقدر الله سبحانه وتعالى، لكن على الاقل الواحد ياخد بالاسباب لحد ما ربنا ييسر الامر ويعدي ال 21 يوم على خير. بعد كده بتبدا الحبوب دي تفتح، تبدا انت تتعامل بالمسة الزرقاء وتستخدم الحاجات المطهرات او البتادين، ده في اخر مرحلة من مراحل الجلد العقدي. ان شاء الله كده يا رب تكونوا عرفتوا تفرقوا، واديكم شفتوا الحالة بتاع الحساسية، والحالة التانية ده عجل بقري في جلد عقدي بالصور فرقوا بيها، بالكلام بتاعي بالشرح ان شاء الله تفرقوا بيها. الحساسية سهلة علاجها جدا، الجلد العقدي بياخد وقت، الحساسية مدتها 2 ساعة وتروح او 3 ساعات بالكتير، الجلد العقدي بياخد 21 يوم علاج. ان شاء الله اكون قدرت ان انا افيدكم، وان شاء الله انتظروا مني فيديوهات جديدة بإذن الله. تحياتي لكم جميعا أصدقائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.